أطفال سوريون وأردنيون أثناء جولة استكشافية داخل كهوف عراك الأمير في الأردن والتي تقع في حوران لتذكر عبق الماضي. فتلك المنطقة التي تعتبر هضبة بركانية وتمتد من الأردن إلى سوريا كانت ذات يوم موطنا لشعب واحد بنفس الثقافة، حيث لم تكن هناك حدود تقسم البلدين، مكان رآه مركز حوران الثقافي مناسبا لتعليم أحفادهم السوريين والأردنيين هذا التراث المشترك. هدفنا نرجع نحيي الفكرة هاي، نعرف هالطلاب اللي عايشين هنا بظروف لجوء قد تكون صعبة، يعني انه هم من وين اجوا، شو تاريخهم، اهلهم شلون كانوا عايشين. انسان بدون تراث بدون هوية ما في معنى. فاحنا يعني الحروب هي سبب اللي فقدان الهويات وفقدان التراث. فهم الان هم في مرحله، يعني مرحله فقدان للهويه الثقافيه. فاحنا يعني نحاول ان نرمم هذا الشيء اللي هم فقدوه. طفل دخل الاردن عمره 8 سنوات ما بيعرف عن مناطق الاثريه مثلا في سوريا، وطفل موجود بالاردن كمان ما بيعرف شيء عن سوريا ولا بيعرف شيء عن تاريخ الاردن. أعمار الأطفال الزائرين لكهوف عراك الأمير تتراوح بين 10 إلى 15 عاما، عمر يراه البعض مناسبا لنقش التاريخ المشترك في عقول هؤلاء الصبية السوريين الأردنيين، فضلا عن تعليمهم حرفا يدوية. أنا تعلمت منها المشروع الآثر، قبل ما كنت أعرف تقاليد جدودنا وعاداتنا عرفت منها المشروع، عرفت أنه قبل شلون تقاليد جدودنا شلون أعراسهم وكل شيء. وبعدين تعلمت على الآثار، صرت أزور مواقع أثرية مثل قصر الخرانة وقصر الأزرق وعراق الأمير والكهوف، صرت أعرف عن الآثار. تعلمت عن التراث الحوراني وتعلمت كثير عن أجدادنا قبل والتراث قبل. لولا ما تعلمنا من الدورة هاي ما عرفنا كيف ما نعرف التراث، وخذونا إلى قصور كثيرة مثل قصر الخرانة، قصر عمرة، قصر الأزرق، وخذونا على محمية الشومري. ويشارك في برنامج مركز حوران الثقافي 100 طفلة، نصفهم سوريون والنصف الآخر أردنيون.